يلا على بركة الله. السلام عليكم سي مروان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا على الاستضافة وشكرا كذلك للطاقم التقني في برنامجكم، مساء الخير. مرحبا شكيب مروان، أنت الكاتب العام لنقابة العمال والعاملات القانونيين في سبتة ومليليا المحتلتين. سي شكيب مروان، بداية تقييمكم كبداية لفتح المعابر الحدودية سبتة ومليليا، كيفاش تلقيتوا هذا الخبر؟ كيفاش يعني الناس في الشمال خاصة تعاملوا مع هذا القرار كتقييم مبدئي؟ أكيد بخصوص الفتح ديال المعابر سبتة وكذلك مليليا، فهي كانت صراحة فرحة كبيرة لجميع الساكنة ديال الشمال ولجميع المغاربة وكذلك في إقليم الناظور. احنا كعمال العاملين في سبتة، عمال وعاملات قانونيين، فرحنا كذلك بهذا الفرح اللي هو فرحة كبيرة صراحة من أجل الرجوع للعمل أولا، وكذلك المغاربة اللي كانوا دائما حاصلين في مدينة سبتة هذه مدة سنتين وشهرين، حتى هما كذلك فرحوا خصوص فتح المعابر سبتة ومليليا. جميل. لبغيت سي شكيب، إذا فتح المعابر جميل، الناس فرحانين، أترجع الحيوية التجارية الاقتصادية في المنطقة، ولكن أنا تنظن بأنه تم اتخاذ مجموعة من القرارات أنه هذا الفتح ما ماشي كيف ما سبق، ربما هناك تأشيرة تفرض الآن من الجانب الإسباني حول بحال نوعا ما بغت تنظم هذا الفتح هذا وما يبقاش كما كان سابقا. كيفاش أنتم تقبلتوا قضية الفيزا؟ أولا أستاذ حسين، بخصوص هذا القرار اللي خرج من الحكومة الإسبانية واللي أعلن عليه السيد وزير الداخلية مارلاسكا بخصوص الفتح المعابر سبتة اللي غيكون يوم 17 للسكان أو الجالية المغربية اللي مقيمة في الخارج واللي عندهم الجنسية الإسبانية والإقامة أو المواطنين اللي عندهم تأشيرة شنغن اللي غيكون يوم 17، وخرج كذلك من السيد وزير الداخلية الإسباني بأن يوم 31 غادي يكون الفتح كذلك المرحلة الثانية اللي غتكون للعمال القانونيين اللي كيشتغلوا في سبتة ومليليا، لكن ما عطاناش تفاصيل كيفاش غادي يكون هذا الفتح او الدخول ديال هاد العمال القانونيين، حتى تفاجئنا هذه مده تقريبا 10 ايام تفاجئنا بان نزل واحد الخبر على هاد العمال القانونيين ديال سبتة ومليليا كالصاعقه بان غيدخلوا بتاشيره لمدينه سبتة ومليليا. للاسف الشديد ان هاد العمال القانونيين اللي كيشتغلوا داخل سبتة اللي هو تقريبا عدد كبير ما عامل وعاملة، اليوم تفاجأنا بمفاجأة أخرى كيقولوا بأن هذه التأشيرة ما غتكونش لصالح الجميع لهاد العمال اللي هما قانونيين ديال سبتة، غادي تكون خاصة لواحد الفئة اللي هي تقاس تقريبا 300 عامل وعاملة. وشكون هما هاد 300 عامل وعاملة؟ هما هاد الإخوان اللي بقاو المشغلين ديالهم أو الشركات ديالهم كيأديو لهم ذاك الضمان الاجتماعي من بداية إغلاق المعابر سبتة ومليليا إلى يومنا هذا، لكن عدد قليل جدا هو 300 عامل وعاملة. ف 3300 عامل وعاملة ما هو مصيرهم؟ هذا هو السؤال المطروح. إذا كاع اللي وقف ليهم ديكلاراسيون في لاسين اس اس في البيريود ديال كورونا غادي ما تعطاش هذه التأشيرة، هذه ما يمكنش ياخذ يخرج التأشيرة لأن المشغل ديالو ما عندوش الحق يعاود يعني ديكلاري به مرة أخرى في لاسين اس اس. إلا خصو باش يديكلاري به خصو يبدل له الوثائق من جديد، يعني غيدير واحد العقد آخر يصيفط له العامل اللي هو هنا في مدن الشمال، يصيفطها للمشغل يعني وثائق أخرى ويجدد له يعني العقد مرة أخرى، وديك العقد اللي كان قديم كيتسمى ديك لونسياليتي اللي كانت كاملة كيضيع فيها هذا العامل. ولو يصيفط له هاد الوثائق فالامور تعقدات ما بقاش كيف ما كانت، يعني كاين واحد المكتب خاص ديال الشغل كيتسمى لينيم في مدينه سبته،
هاد العامل كيصيفط الوثائق المشغل ديالو، المشغل ديالو كيبريزونتي دوك الوثائق لينيم المكتب الشغل، كيقول له انا محتاج مثلا لهذا العامل اللي هو سيرفور او كويزيني او سباق او اي قطاع من ما اي حرفه مثلا، كيقول له حنا هاد الحرف هادو عندنا هنا في سبته، يعني حنا عندنا البطاله خصنا نسبقوا هاد الناس ديالنا هما الاولين، فبالتالي غيتحرم ما غيتقبلش وغيبقى هنا وغادي يضيع مده 15 عام 20 سنه اللي كان هو كيأديها كل شهر في الضمان الاجتماعي ديال اسبانيا. نعم، وهادو غادي يكونوا هاد العمال والعاملات القانونيين اللي دابا طالهم هاد القرار هذا، وتنتكلموا على 3300 تقريبا عامل اللي غيلقى راسو غدا بسبب هاد القرار بلا خدمه، غادي نضافوا الى لائحه الناس المحرومين من الشغل في مناطقنا الشماليه للاسف الشديد. اكيد استاذ، اكيد. فبالتالي احنا اللي كنا كنعرفوا بان تعليمات ديال سيدنا الله ينصرو، الاوامر سيدنا الله ينصرو اللي كان عطا باش تكون يعني المدينه المدن الشمال وخصوصا اقليم الشام فنيدق المضيق تطوان ومرتيل اللي غتكون واحد انتعاش اقتصادي كبير بخصوص افتتاح ديال المنطقه الحره، المنطقه الاقتصاديه، وكذلك غيكونوا معامل صناعيه، منطقه صناعيه، وكذلك شركه ايكيا وامور اخرى اللي كانت فيها الانعاش الوطني وبرنامج اوراش، فهادو كانت مخصصه بالخصوص للناس اللي كانوا كيشتغلوا في التهريب المعيشي بين قوسين القطاع الغير المهيكل. لكن هذا القطاع المهيكل الذي كان يؤدي الواجبات في مدينه سبته وعقود يعني بالضمان الاجتماعي والضريبه عن الدخل 24%، كان كل عامل وعامله كان كيخلص تقريبا ما يعادل 3000 درهم غير ديال الضريبه عن الدخل، ما بالوكا يعني لا سينيسيس ولا ميتيول ولا سيرونس. هاد الناس كانوا كيؤديوا الواجبات في صندوق الضمان الاجتماعي. الان تفاجئنا بان هاد العمال ما غيمكن لهمش يدخلوا، ففين غيشتغلوا؟ وهاد العامله او العامل اللي عنده دابا الان 56 سنه، لان هاد العمال يعني فنوا حياتهم وشبابهم داخل مدينه سبته، دخلوا مثلا عندهم 20 سنه، الان عند العامل والعامله عندها 56 سنه 60 سنه. حتى الضمان الاجتماعي هنا في المغرب ما غيقبلهمش، لان القانون ديال الضمان الاجتماعي في المغرب ما خصوش يفوت واحد لاليميتي ديال 55 يعني 55 سنه. فشنو هو المصير ديال هاد الناس؟ حنا رسمنا جميع المؤسسات المركزيه. انا تنظن الجانب اللي خذا القرار هو اسبانيا، واش عندكم معلومه شكيب مروان بان المغرب وافقت على القرار؟ المغرب وافق على القرار، ما عندوش مشكل في هذا القرار؟ لحد الان باش نكونوا واضحين، انا دائما اقولها مع جميع المنابر الاعلاميه، كيف يعقل واحد القرار غيكون احادي بين دولتين؟ باش نكونوا واضحين، لان لا يمكن ولا يعقل، هذا معبر وهذه حدود كتعني دولتين وفيها مشاكل لدولتين، يعني دوني دوني، يعني كما كنقولوا رابح رابح. فبالتالي الملف ديال هاد العمال والعاملات يعني مطروح في الحكومه السابقه، لان احنا كنا في مجلس البرلمان ودخلوا كثير من البرلمانيين خصوص هذا الملف ديال العمال القانوني، وحنا كنا حاضرين في البرلمان. للاسف الشديد كانت الامور كتعلق امور ديال الجائحه، وكانت الامور السياسيه اللي كانت بها الازمه بين اسبانيا والمغرب، لكن الحمد لله الامور توضحت لنا بان امور كتعلق بالوحده الترابيه، وقلنا احنا كعمال قانونيين كوطنيين حتى النخاع الوحده الترابيه خط احمر، ورجعنا للور وقلنا غننتظروا حتى تفتح المعابر ونضحيوا على من اجل الوطن ديالنا. لكن للاسف الحكومه ما ضحاتش معنا، ما قالش هاد الناس اللي مسكن عامين وشهرين وما كان حتى شي يعني مساعده لا من الجانب المغربي ولا من الجانب الاسباني مده سنتين وشهرين، وهاد العمال كيعانيوا بصمت. نعم، قول لي السي شاكي، ما تشوفش معايا بانه يعني ربما حتى ان الدوله المغربيه في حاله ما الا قلنا انها عندها علم بالقرار ومن جهتها ما دخلاش ولا هذا، ولكن ما تشوفش معايا ان الدوله المغربيه راهي تحاول بالطرق بالآلية الممكنة
انها تحارب التهريب من هاد سبته ومليليا، لانه كما تتعرف تيكبدنا خسائر كبيره في الاقتصاد الوطني ما يزيد على 400 مليار اللي تتخسر الدوله المغربيه كل سنه من التهريب. يعني ما تلشوش معايا بان الدوله المغربيه لها الحق انها تمشي في شي قرار اللي ممكن يوقف التهريب. سؤال مهم استاذ، وكنحييك على هذا السؤال هذا. اكيد حنا مع كل القرارات والاوامر ديال جلاله الملك الله ينصرو حنا معاها، لان كل ما يتعلق بمصلحه الوطن حنا موجودين، ما كنقولوش لا. وهذا دليل ودليل قاطع بان هاد العمال منين عرفوا بان التهريب المعيشي انتهى، وحنا كنا كنخرجوا بتصريحات وكنقولوا حنا نحن كعمال قانونيين ضد التهريب المعيشي، لا نريد هذا التهريب المعيشي، قلنا مرارا وتكرارا. لكن تهريب معيشي هذا القطاع الغير المهيكل لا علاقة له بالقطاع المهيكل اللي هو العمال القانونيين. حنا ما كناش كنخرجوا السلع أو التهريب المعيشي، حنا كنا كندخلوا أستاذ الصباح الباكر، كندخلوا لداخل كنمارسوا العمل ديالنا، كنخرجوا بالليل، ما كنخرجوا معنا حتى شي حاجة. فبالتالي هاد العمال يعني، ونزيدك أمور أخرى، بأن هاد العمال كانوا كيساهموا في الاقتصاد ديال البلاد، لأن علاش؟ كانوا كيخرجوا واحد العملة صعبة، يعني 3600 عامل وعاملة كيخرجوا تقريبا ما يعادل 20 مليار سنويا. حنا كنجيبوا العملة، بالعكس حنا ما كنخرجوش تهريب معيشي، كنا كنجيبوا العملة للمغرب وكانت كتصرف هنا في مدن الشمال. فبالتالي كنا طلبنا الحكومة عدة مرات، قلنا لهم حنا هاد العمال القانونيين لا يعقل أن يعني تقرر عندنا هذا القرار ديال التأشيرة، لأن هناك عديد من العمال القانونيين اللي ما بغاوش المشغلين ديالهم يصيفطوا لهم ديك الوثيقة باش يرجعوا للعمل ديالهم، ومصلحتهم هما باش ما يكونش واحد الحسابات مع ذاك المشغل. فبالتالي أنا ما كنظنش الحكومة غتكون يعني ضد هاد الآلاف ديال الأسر الضيع فهاد العمل ديالها اللي فنات شبابها 20 سنة أو 30 سنة. عفوا. نعم. عفوا. واضح هذا. مرحبا سي شكيب، واضح بانه ما يمكنش الحكومه المغربيه انها تكون ضد هاد 3300 عامل مغربي قانوني بسبته ومليليا. على اي في انتظار ان نتقاد الامور مع السي شكيب مروان الكاتب العام لنقابه العمال والعاملات القانونيه بسبته ومليليا المحتلتين. نرجعوا لي بعد قليل، ما بقاش في الوقت القليل، ولكن ما بقي بغينا نوضحوا بعض الامور. اذا معايا السي شكيب؟ نعم اكيد استاذ. مرحبا. شكرا واستسمح على المعذره لان جاتني واحد المكالمه. العفو. السي شكيب، اقول بانه ما تنظنش بان الحكومه المغربيه غادي تكون ضد هاد 3300 عامل اللي حرموا الان من ارزاقهم بفرض التاشيره من الجانب الاسباني، ولكن ما تشوفش معايا بانه تبقى قرار ديال اسبانيا اللي تتشوف راسها بان سبتو مليليا راه ديالها تابعه ليها، رغم ان حنا تنقولوا بان مدينتين محتلتين وغادي تجي وقتهم مستقبلا ان شاء الله. المهم على اين هي تتشوف بان هذاك نفوذها الترابي واتخذت في هذا القرار وهي حره فيه. حنا استاذ كيف ما قلتي، حنا دائما كنقولوها عديد المرات، كنقولوا بان مدينه سبته فهي مدينه محتله، اكيد لا نقاش، لكن اكيد، لكن حنايا القرارات ديال الحكومه لسنا ضد القرارات الحكومه، بالعكس حنا ضد التهريب المعيشي وضد كل ما يتعلق اللي غادي يجينا من الخارج. حنا بغينا البلاد ديالنا تنمى، وهادشي فرحنا له لهذه المشاريع اللي كاينه حاليا في مدن الشمال، ولكن المصير ديال هاد العمال حنا ما قلناش لهم ما يديروش التاشيره، ولكن التاشيره كيقولوا في مدينه يعني من السلطات الاسبانيه، او عندنا تنسيق كذلك، عفوا عندنا تنسيق مع العمال ديالنا اللي داخل سبته، كيقولوا بان هذه راه اتفاقيه بين اسبانيا والمغرب بخصوص التاشيره هذه اللي قروها لهاد العمال والعاملات. حنا كنطالبوا طلب بسيط جدا، حنا ما كنقولوش ما دارش تاشيره، ولكن هاد العمال اللي عندهم بطاقه ديالهم اللي كنقولوا اللي تعطات من وزاره الداخليه من مكتب الهجره من اسبانيا، عندها انتهاء الصلاحيه ديالها في 2020 في شهر 3 بدايه الجائحه. هناك قوه قاهره، فاذا حنا قلنا لهم ندخلوا بهذه البطاقه وبالجواز السفر واعطيونا مهله مده شهرين مثلا او ثلاث شهور ريتما نسول الوضعيه ديالنا داخل سبته، لان هناك امور كثيره استاذ. شنو هي الامور اللي مهمه؟ لان الناس ما كتعرفش هذه الامور هذه، وانا كنحييك على هذا السؤال، لان
تصور معايا سيده هنا عندها متقاعده، عندها رزقها في البنكه داخل سبته كيدوز ليها لا بنك، كيفاش غتخرجوا عامين وهي كتسنى مسكينه تفتح المعبر باش تمشي تجيب فلوسها، وهي هنايا كتطلب وكتسعى وكتسنى. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، كاين الناس اللي كيستناو كينتظروا باش يدخلوا يوجدوا الوثائق ديالهم ديال الضمان الاجتماعي باش يوصلوا باش يوجدوا التقاعد. كاين الناس كذلك عمال وعاملات اللي خصهم يدخلوا يعني على المشغل ديالهم الشركه ديالهم يتحاسبوا معاهم. فاحنا قلنا لهم الا ما بقاوش بغاونا هاد المشغلين يتحاسبوا مع هاد الناس، لا من صندوق الضمان الاجتماعي ولا مع المشغل، وحتى واحد ما غيدخل للسبته. احنا ماشي ضد القرارات، بالعكس احنا مع بلادنا، احنا وطنيين حتى النخاع، وسيدنا الله يسرو عندنا في القلب، وهادشي كيعرفوه فينا كاملين. احنا مغرب، احنا ما خصناش هاد المواطنين وهاد المواطنات، هاد النساء والرجال العاملات والعمال والعاملات، ما خصناش يضيعوا في حقهم. حنا كنطلبوا من الحكومه يشوفوا لهم حل، ما يضيعوش في حقهم فقط، لان هذوك الفلوس اللي كاينين في الصندوق شكون اللي غيديهم الا ما كملوش على التقاعد ديالهم؟ بغينا نعرفوا شكون اللي غيدي هذوك ديك الاموال الطائله ديال هاد العمال والعاملات اللي هما عدد ديالهم كثير، اللي بقات في الصندوق ديال الضمان الاجتماعي. فانا ما كندورش في الحكومه غدا تخلي هاد المواطنين يضيعوا في ذوك الحقوق ديالهم. فلهذا حنا كنطالبوا لسيدنا الله ينصرو يشوف من حل لهاد العمال والعاملات، يعطونا مهله ندخلوا بهاد البطاقه ريتما نسولوا الوضعيه ديالنا ويطبقوا علينا القرار. الا ما سولناش الوضعيه ديالنا يطبقوا علينا القرار. حنا ضد التهريب المعيشي، انا اقولها امام الملا، حنا ضد التهريب المعيشي، حنا ما نبغيو حتى شي واحد يخرج شي حاجه من سبته. اكيد متفق معك استاذ، ولكن عاود حنا ما خصناش نضيعوا هاد العمال، ما خصهمش يضيعوا اللي ضاربين 20 سنه 30 سنه ديال العمل. فلا يعقل، باش نكونوا واضحين استاذ. نعم صح، وهذه ارزاق عباد الله، هذه ارزاق. اكيد نعم. اكيد استاذ، اكيد اكيد راه ارزاق كثير، اموال طائله كتدخل الصندوق ديال الضمان الاجتماعي في اسبانيا. نعم واضح للاسف الشديد. على اين هو دابا الان؟ هي تفتحت الحدود، ولكن في قرار بعد فتح المعابر، عفوا بعد فتح المعابر قرار وكأن تجعجع ما الدارس، خلاكم تتعيشوا نقمة. هاد فتح المعابر ولا لكم نقمة ماشي نعمة بهذا القرار للأسف. أستاذي العزيز، أنا أقول لك واحد الكلمة. تخيل معي منذ بداية الإغلاق شهر 3/2020 إلى يومنا هذا، وحنا كنناضلوا بطريقه سلميه حضاريه ولو دقيقه هاد المواطنين وهاد المواطنات هاد العمال القانونيين، دقيقه واحده خرجوا احتجوا في مدينه او في مدن الشمال او في فنيدق او المضيق، دقيقه واحده. والسلطات بعين في هاد الشيء هذا. لماذا؟ قال لك حنا وطنيين كنبغوا الوطن ديالنا، هناك امور سياسيه بعيده وكبيره علينا. فبالتالي منين عرفنا قضيه الوحده الترابيه قلنا خط احمر، الوحده الترابيه على راسنا وعيننا. فبالتالي غنبقاو صامدين حتى تفتح المعابر. لكن ملي تفتحت المعابر وتفاجئنا تنزل علينا هذا القرار كما قلت لك سابقا كالصاعقه لهاد العمال والعاملات باش يديروا الفيزا، و300 واحد، اذا فما المصير ديال 3300؟ فين غيمشيو؟ واش المراه عندها 60 سنه باقي غيقبل على شي واحد هنا في المغرب؟ واش الحكومه قاده تخدم 3300 واحد؟ باش نكونوا واضحين، هذه راه 3300 اسره غتشرد، وكذلك في اقليم الناظور راه كاين عدد كثير حتى هما كيشتغلوا في مليليا. فبالتالي حنا كنطلبوا مره اخرى من سيدنا الله ينصرو يشوف من حال هاد الدراوش، من هاد الناس اللي مساكن فينا وصحتهم وشبابهم في مدينه سبته مده 20 سنه 30 سنه ما يضيعوش حقهم، والسيد رئيس الحكومه والسيد وزير الداخليه والسيد وزير الخارجيه باش يشوفوا لنا الحال ديالنا. لان راه لا يعقل، لا يعقل استاذ، راه هادشي هذا يعني راه صدمه كبيره، صدمه قويه والله العظيم. كنكون معاهم في الجمع العام لان الناس كتبكي كتقول لك انا فين غنمشيو دابا، حتى الحقوق ديالنا تهضمت لينا، علاش ما يعطوناش غير واحد المهله ندخلوا ونفكوا المشاكل ديالنا مع المشغلين ومع الضمان الاجتماعي ومع لابونك، وديك الساعه ما يخليوناش ندخلوا، ما كاين حتى مشكل، يديروا اي قرار. هذا هو الطلب ديالنا. حنا نبقاو نخدموا بلادنا، علاش نخدموا في بلادنا؟ ما كاين حتى مشكل، هنا نخدموا هنا ننميو بلادنا، ولكن ما نضيعوش في ذاك الحقوق ديالنا اللي عندنا لداخل. 20 سنه 30 سنه ديال العمل لا راه لا يعقل استاذ، باش نكونوا واضحين. واضح واضح. نسال الله سبحانه وتعالى التوفيق لكم وان يتخذ كلامكم ان شاء الله السي شاكي من خلال منبرنا بعين الاعتبار ويوصل
الى الاذان اللي خصو يصليها واللي تفعيل قرار اخر من اجل حفظ كرامتكم وارزاقكم، را قطعوا الرقاب ولا قطعوا الارزاق. شكرا لك شكيب مروان. شكرا. شكرا استاذ، وشكرا للبرنامج ديالكم موفق. الله يوفقكم استاذ. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. تحياتي تحياتي. اذا بالنسبه للتهريب، هذاك الدولة يعني تتعمل وعندها وعود على أساس أن منطقة الشمال تدير فيها أحياء صناعية، تدير فيها يعني مركبات صناعية إلى آخره، مصانع إلى آخره، من أجل الترويج الاقتصادي في المنطقة، وبهذا تقطع الوصل مع التهريب، لأن خاص بدائل. هنا نجي واحد نقول لي ما تديرش، بالفعل احنا التهريب ضده، لأنه من سبته من الليل، لأنه تكبد المغرب خسائر اقتصادية كبيرة ستوصل ما يقارب 400 مليار. ولكن لما تدير الشريب دير لي البديل، ما تمشي السبته ودير تهريب ودير البديل، خاص البديل. أما ما تدير الشريب وبقى بقى مشومي في الدار بقى ناعس، لا، تهريب خاص البديل، والدولة غادة في هذا الإطار ديال البديل. نسأل الله التوفيق.